الكافر يحافظ على حياته، لكن أنا لا، أنا عارف أموت في سبيل وطني، في سبيل تحرير وطني، في سبيل أمتي. ها عارف مقر وين أنا؟ جنة النعيم. عارف بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. تمام، لا تحسبون الذين قتلوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. دي في فرق، وفرق الجيش المصري دي بيختلف عن أي جيش. أنت قلت لي يعني جملة بالنسبة للعرب والصعايدة والكذا وبتاع ده، أبدا. هو كل فئة من الناس بتلقى فيها ناس كذا يعني، لكن العقيدة كلها والحب كله إن إحنا كلنا بنحس فلاح، كبكي، صعيدي، أي. طب بس أوضح، طيب بس لأن ده كان كلنا في الفاصل في واحدة شيخ سالم، وأنا اللي كنت قلته لشيخ سالم أن أنا لا أحبذ إن إحنا نتحدث عن مصريتنا كشخصيات مفترقة، يعني نوبي، بدوي، بحراوي، صعيدي، ولكن احنا عايزين نتحدث عن مواطن مصري واحد. تمام. هو انا مش لما بالتجنيد، فيها فرق بيني وبين النوبي والصعيدي والبحراوي والجنوبي، ابدا. كلنا بيبقى في الجيش واحد، جنبي على جنبك، سواء في السلم سواء في الحرب. تمام. يبقى الفاظ كده ما فيش، الكلام هذا مش موجود، مش موجود. إذا كان مثلا فيها ناس طبعا تلقى شخص بذيه بلا مؤاخذة يعني ممكن يقول كذا إذا كذا، لكن أبدا. كلنا بنقول لا إله إلا الله، جنوبي، شمالي، نوبي، هنا كلنا بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلنا بنصلي في جمعة وبنصوم رمضان. وأنا لما بيجينا النوبي بيقول له مرحب في رمضان، بشد عشان يفطر معي عشان يعطيني أجر. هو كذلك لما بجيله الصعيدي كذلك، فيش. لكن فيها الفاظ مثلا بتبقى كذا من الناس بدها كذا، ما تأثرش على حد. اما احنا كلنا مصريين. تمام. كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله اخوه. تمام. اخوه، فيش فرقيه. تمام. بموت عندك، بموت قدامك في المعركه، بتموت قدامي، بتشيل لي بشيلك. لا، احنا قبيله العيايد، سينا قبائل معروفه، مش كلها جهه واحده، وكل قبيلة لها حدود في الأرض، لن يتعدى أحدا على حدود الآخر في مساحة الفاضية دي. كل واحد له حدود، فيش. قبيلة العيايدة، قبيلة الترابين، قبيلة الحيوات، قبيلة المساعيد، قبيلة السواركة، قبيلة التياهة، قبيلة الحويطات، كل القبائل هذه في سيناء. قبيلة أرملات هذه كلها هي في رفح والخط والشيخ زويد والكلام ده وبعض المسائل، كلها قبائل. انا لسه يعني انا عايز اوضح ان حضرتك بتجاوبني على بعض الحروف اللي احنا اتكلمنا فيها. ماشي. على اساس قد ايه المجتمع السيناوي البدوي اللي في اوقات بنتهمه بان نسبه الاميه فيه عاليه شويه، لكن هو مجتمع راقي يلتزم بمجموعه من القيم والاخلاق، وهذه القيم انما الامم الاخلاق وما بقيت إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فهذا المجتمع هو مجتمع حتى وإن اشتكى البعض بأن يعني في رجوع، ولكن حتى هذا الرجوع أنا شايف بأمانة يعني أعلى برضو في قيمه وفي أخلاقه من مجتمعات أو من أقاليم كتيرة جدا. فده يضيف إيجابية على إيجابيات المجتمع السيناوي. أنا حجاوبك بكل صدق وأمانة، إن أنا قاضي من قضاتي وبقاضي للجميع يعني الترابين، كل اللي بيعني عندي من ضمن المعدودين في القضاء في المشاكل وفي الحاجات دي. البنيان ده مش له أساس، قواعد طبعا، وبعدين بتبني على القواعد. القضاء العرفي له قواعد كقواعد البنيان، وانت احد قضاة العرف بدوين. اي واحد من حرف انا القاعدة بيحاسبوه. تمام. بتحاسب العار له قانون، والبيوت له قانون. بيتك ما حدش يفتح لك بيتك بالليل، ولا حد يخش بيتك، لا. تمام. يستاذن يخبط من برا، ينادي من برا،
نطلع لها حط طلع ما طلعش اللي يمشي. سرقة المال، عندي مثلا بهايم، عندي غنم، عندي إبل، وابتدى واحد سرق منها حاجة اسمها زيادة في الحق من مكانها، لما تمشي المكان كان بتروح الجزار وتنذبح بيقطع الحق فيه، السكينة بتنجر ثلاث جرات، كل جرة بحق، والحق بالإبل حق سالم. احنا شرح طويل مع القضاء العرفي ده في حلقات، ولكن انا بصفه شخصيه متحيز للقضاء العرفي، ولو قلت لك حتى هذا كلام قبل اللقاء، وبقول ان في القضاء العرفي في بعض البنود في بعض الحيثيات بتاخذ بها لا ياخذ القانون المدني. لا 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 فيها. وبالتالي انا وجهه نظري شخصيه ان القضاء العرفي هو اعدل، هو اعدل أعدل بكثير. احنا مسميه بس اسمح لي ان احنا نؤجل الحديث حول هذا القضاء ده، احنا عايزين نفرد له مساحه كبيره. تمام. ارجع بقى، هو محاكم بلا سجون بالظبط كده. بقواعد اساسيه. قواعد اساسيه. السويس. اتفضل. ونرجع تاني للسويس واحساسك كمواطن سويسي بقى. في كل يوم احنا بنؤكد ان احنا عايشين ببركه دماء شهدائنا اللي ضحوا بروحهم. في كل يوم بنؤكد احنا عايشين ببركة رجالتنا. رجالتنا. وعلى فكرة الرجولة هنا لا تعني الذكر. طبعا. الذكر شيء والراجل شيء. كان هناك انثى راجل. طبعا. نعم. الرجولة هي صفات. وخلقناكم ذكرا وانثى. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش خلقكم رجل وامرأة. لا لا لا. لكن الرجولة هي صفات. ممكن يتحلى بها المرأة. ممكن يتحلى بها الرجل. فبالتالي احنا عايشين برجالتنا، ستات كانوا او رجاله. تمام. انا عايزك يعني اسمع منك بكلماتك الشعريه، لان انا مش عارف اصف ما بداخلي، لكن انت ممكن توصف اكثر. انا هقول لك على حاجه يا استاذ محمد. السويس بتتسم بالرجوله. فمعظم السويسه ان لم يكن جميعهم فمعظمهم رجال، ولذلك حتى تلاقي أول شهيد في الثورة كان من السويس. فأنا هقول لك قصيدة شعر عن السويس إن كان الوقت يعني يسمح. هقول لك قصيدة شعر عن السويس بتحكي بإيجاز عن السويس من 67 73 ثورة. تفضل. ثلاث حاجات. فقالت لي السويس، قالت: سأحدثك الآن عن الوجع، عن سم الأفعى، عن عام النكسة، وبيوتا دمر زينتها قصف أعمى. فرأيت الليل وقد سكنت أشباح الصمت جوانبه، ولمحت البحر وقد تاهت من نبضه كل سفائنه. كم كنت أفتش حائرة عن أي رفيق يؤنسني، كم كنت أفتش حائرة عن أي رفيق يؤنسني، وصرخت وقد جف لساني من قصف عدو أرهقني. فبنيت لنفسي حائط صد يحميني من تلك الغدر ويأويني. ما أشقى أن تبقى وحيدا، ما أشقى أن تبقى وحيدا من غير أحبة أو خلان، وتعشش في دارك حتما كل الفئران. قالت: الباطل جار وحاصرني، الباطل جار وحاصرني، واستوطن في وأرقني، نازلني فاعتدل البحر، وذهبت إليه وفي قلبي فرس خيال، فسحقنا الباطل والدجال وحسمنا الأمر. قالت: المحبون أحبوني، المحبون أحبوني، والساكن في القصر يعاندني، المحبون أحبوني والساكن في القصر يعاندني. هيأت الثورة للأولاد، هيأت الثورة للأولاد، كبلت العاصي وكسرت جميع القضبان، وضعوت الله بأن تبقى ثورتنا ثورة حرية، لا فوضى فيها تربكني أو صوت نعيق للغربان. جميل. عظيم. أشكرك جدا جدا يعني على هذه الكلمات. يعني أنا شاعر جميل والله. بس أنا على حاجة، أن انتصار أكتوبر لم يكن انتصارا مصريا فقط، لكنه كان انتصارا عربيا إسلاميا. فموقف إخوان العرب
لا يقل أبدا عن موقفنا كمصريين في حربنا. موقف الفقير جلالة الملك فيصل مع أخيه الزعيم المصري أنور السادات، اللي وصف السادات موت فيصل أن ظهري انكسر، موقف عظيم، موقف عظيم. موقف شاه إيران الذي حول مسار السفن بالوقود، وللأسف كان لنا يعني شقيق آخر تخلى عنا ومنع تزويدنا بالوقود كنا نعتمد عليه تماما، فأرسل رسالة أو اتصل فورا الرئيس الراحل السادات لشاه إيران، إدى تعليمات للسفن مش إنها تطلع من موانيه، لكن السفن اللي في البحر تلف وتيجي لمصر. يعني هذا هو الانتصار وهذه هي الشهامة والبطولة. احنا حديثنا حوالين اكتوبر عايز حلقات وحلقات وحلقات وعايز سنين طويلة جدا جدا، وفي كل يوم على فكرة بنكتشف اكتر واكتر. فاسمحوا لنا حضراتكم ان احنا ندعو ولادنا ان هم يستلهموا روح اكتوبر من خلال قراءتهم ومعرفتهم بما حدث. في نهاية انا بشكر ضيفي العزيز الشاعر عبد الناصر النادي من السويس بهذه كلماته الطيبة، الله يخليك، وبشكر ضيفي